شاء الله وانا خليت ان ما نتكلموا بكيتنا وهذه الدموع ان شاء الله على الجميع يكونوا رحمه للجميع ولسيد الوالي المحترم. سيد الوالي المحترم الرجل المناسب فعلا لهذه الولايه الفانيه. خليت الابواب الاداره مفتوحه لكل المواطنين هذه الولايه. ورغم قصر المده التي جمعتنا بك الا لها الاثار وخلاق النفس والذكريات الجميله بما تعودناه منك من التواضع والاخلاص في العمل والتعاون الذي عرفناه فيك حيث هو شعارك الذي كنت تردده في كل الاجتماع كما وانت لا تنسى كل ما قدمته من الانجازات لهذه الولايه الفاتيه والتي كانت محرومه من هذه الانجازات لك الشكر الجزيل من الاسره الدوريه وانتم تلتمون لهذه الشريحه وخاصه كبار معتبها في التحرير شرفت الولايه بزيارتك ما قال سيد احمد بزيارتك العاجزين في مساكنهم مجاهدين ومواطنين وحتى المستشفيات مع السيد رئيس المجلس والسيده مديره المجاهدين. رجعت الولايه الى مكانها البعيد والتي كانت تعاني بمشاكل غامضه. نقول الشكر مع كل السلطات المعنيه المحليه والمدنيه والامنيه والعسكريه وكل من ساهم يكفي المساعده. لك متابعه متخمين ومرفقين والمحليين والشؤون الدينيه والزوايا وكل الحاضرين والمجتمع المدني وكل مواطن ولايه دمشق والاعلاميين. لك السعاده والنجاح في الايام والشهور والاسنين القادمه ان شاء الله. لك كل بخير لو جاء بين يدينا شيء لا خرجت من هذه الولايه. لكن رغم قصر المده التي كان لك جعلت بك سيدي الامين العام سيف الاسلام لو كانت لك مهمة أخرى مثل أمين العام لا تركناك من هذه الولاية. لكن تشرفنا بإخلاص عبارة التهاني والتقدير على الثقة الذي وضعها فيك فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بن سلمة وعلى ربنا السعيدة السعيدة المجاهدة. نتمنى لك كل يد مساعدة من طرف أهل ولاية سعيدة بالنجاح والتوفيق لخدمة الوطن والمواطن. وفقك الله وسدد خطاك. كذلك الشكر الجزيل إلى أعلى المجلس الموظف بالشعب الولائي وعلى رأس السيد الرئيس أحمد بن قراش شبه الله على المجهودات الجبارة لخدمة هذه الولاية الفاتية ولاية الشهيد الأول وولاية المسعاي المستعمار رحمه الله أن المجلس الشعبي الولائي موقر قدموا الكثير في المساعدة لخدمة مواطن هذه الولاية. جزاكم الله على ما قدمتوه لصالح البلاد والعباد كما نرحب كما قلت باسمكم جميعا بالسيد الوالي ونتوجه لها بإخلاص عبارة التهاني والتقدير على الثقة التي وضعها فيها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتينا على رأس ولاية عين تيمشن. نتمناه لك يا سيد الوالي لإنزال هذه المشاريع المخططة لهذه الولاية المجتهدة ولا بد أن تكوني واقفة على المشاريع التي خلقها السيد الوالي المحترم احمد حمود الغامدي. بارك الله على ما قدمتوه لخدمه البلاد والعباد. وكذلك السيد الوالي ان شاء الله تكون في خدمه هذه الولايه كما
جميعا السيد الامين العام السحر الكوباكي ونلوجونه باحراس عباره التهاني على الثقه التي وضعها فيك فخامه راس الجمهوريه حتى الان كنت تقع على راس هذه الولايه وعندهم الشن خالف للسيد المحترم في الاسلام نتمنى ان تكون في خدمه هذه الولايه ان شاء الله وفقكم الله وسدد خطاكم الزجاجه حق الاعتبار والمد الكل لشهداء الابرار وشهداء الواجب الوطني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.